الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المطبخ. زي ما معودينكم كل يوم بنقدم مع بعض وجبة غذائية مكونة من ثلاث اطباق، طبق ستارتر وطبق من كورس، طبق ديزرت، طبق مقبلات وطبق ريش صباح حلو. النهاردة عشان الجو كل سنة طيبين والشتاء دخل بقوته، هنعمل شوربة مع بعض. هنعمل الشريان بصوص سوب اللي هي شوربة الجمبري، وبعد كده هنعمل فيل زيورخ، وبعد كده هنحلي بشارلوت الفراولة. تعالوا نعرف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول طبق اللي عندنا الشوربه، هنعمل ازاي شوربه الجمبري بالفلفل الاحمر وفلفل الاصفر ونطلعها لونين، وفي نفس الوقت نعمل البيون بتاع السمك اللي هو شوربه السمك. اكتبي مقاديرك وصوريها وتعالي نعمل مع بعض التكات والحركات. هنعمل شوربه السمك ازاي؟ اول حاجه 50 جرام زبده وزيت، 100 جرام بصل برينواز، 20 جرام ثوم، 2 فلفل احمر مكعبات رومي، و2 فلفل اصفر مكعبات رومي، 1 بطاطسايه صغيره مكعبات، 1 ستار انس اللي هو ينسون على شكل نجمه موجود عند العطارين، و500 ملي شوربه سمك. وبعد كده 50 ملي زيت زيتون، 100 جرام جمبري، وهضيف لهم 50 بصل و10 ثوم، واتبلهم ملح وفلفل، والديكور بتاعنا جمبري وعيش. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. واحدة واحدة. أول حاجة عشان نعمل الشوربة، أنا معلق أول حاجة على البيون بتاع السمك اللي هو عبارة عن رؤوس الجمبري وعظم السمك، حطيتهم في بوكيه جرنيه وأسيبهم على النار يعتقوا. ده البيون الأساس اللي هطلع منه الشوربة. تعالوا في الأثناء دي هنعمل إيه؟ هنبدأ نقطع البصل برينواز والثوم، هنقطعه قطع. أحط هنا معلقة من الزبدة وهنا معلقة من الزبدة عشان هعمل الفلفل الأصفر لوحده والفلفل الأحمر لوحده. فخدي بالك من الخطوه دي مهمه جدا. بعد ما حطيت الزبده هنا والزبده هنا اهوت قدامك، اروح جاي بنفس الطريقه قاسم البصل. انا حاطط الزبده هنا وزبده هنا، سيحهم مع بعض، وبعد كده احط نص البصل هنا ونص البصل هنا. واتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل ايه، ان احنا اوريدي الشوربه حطيت انا رؤوس الجمبري وعظم السمك ورؤوس ورؤوس السمك في بوكيه جرنيه، ميه على النار تغلي يعمل البيون بتاع السمك، وادبل البصله بس ما تاخدش اي لون. بعد ما دبلت البصله في الزبده كويس قوي على النار اهو قدامك، اروح جاي حاطط فص توم هنا قطع وفص توم هنا قطع، وادبلهم مع بعض، واروح جايب اللي هو اليانسون نجمه، اروح حاطط يانسون نجمه هنا اهو. الاول ادي ينسون النجمة احطه هنا اهو قدامك اهو، على شكل واحدة هنا وواحدة هنا على شكل النجمة، عشان اطلع الفليفر الطعم والريحة بتاعة الينسون النجمة ده قوي جدا جدا. وبعد كده هنيجي قبل ما نضربه في الخلاط هنصفيه واحدة واحدة ماشية معاك الخطوات اهي. دبلتهم، فاجيب اول خطوة ايه؟ البطاطس احط نصها هنا، دي هتعمل رو، ونصها هنا معاهم. هاخد معلقة صغيرة من الدقيق صغيرة خالص كده اهوت عشان العرق بتاعي مع البطاطس، واحور كله مع بعض بقى، الثوم والبصل واليانسون نجمه اليانسون والبطاطس، ومعلقه صغيره رشه صغيره من الايه؟ من الدقيق، كله مع بعض اهو اتحور زي ما انت شايفه كده قدامك، وتجانس عشان الشتاء داخل بقوته. بعد ما الكلام ده اروح حاطط هنا الفلفل الاحمر في واحده والفلفل الاصفر في واحده، كل واحده واحده اهوت، واقول سلام عليكم يا عم عسكر. الو يا حاج عسكر. ازيك يا منور الدنيا؟ ربنا يخليك ليا يا حاج عسكر. الله يخليك يا عم حسن. اخبار الشتاء عندكم ايه؟ زي الفل والله، الجو 100 100. احنا بص، انا بحب الشتاء، انا بحب الشتاء وبحب المطره. على فكره احنا في النادي بنجري، عمالين نجري حوالين التراك عشان خاطر البرد. تانية ما سمعتش يا عم عان، قول لي تاني. بص حضرتك والله رهام وندى ممدوح ورتاج عماد بيسلموا عليك وبيشكروك على احلى الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها. ربنا يخليك ليا يا حاج، ربنا يخليك ليا. ونصر عسكر وعلاء اللول كلهم، انا في كله يعني بيشكروك كل الشكر. وتحياتي خاصه لكل الشرقيه مش بالبيس بس. الله يخليك يا باشا، الله يخليك. لا تحت امرك يا عم، تحت امرك يا حبيبي، تحت امرك، ربنا يخليك ليك. سويت بقى كل المجموعه اللي هنا افكرك بيها، زبده وبصل وثوم واليانسون الستار، وبعد كده حطيت البطاطس، وبعد كده حطيت الفلفل الاصفر، وحطيت الجنب الثاني الفلفل الاحمر، كله دخل مع بعضه. اروح عامله ايه؟ جايبه البيون اللي انا عملته الشوربه بتاعت السمك اللي انا حطيتها بوكيه جرنيه، بصل وجزر وكرات وكرفس ورقلاور وحبان وملح وفلفل وسلايس ليمون ورؤوس سمك وعظم سمك ورؤوس جمبري. اجي اروح جاي حاططها كده قدامك اهو، واروح جاي حاططها هنا قدامك اهو، ويغلوا مع بعض، يتجانسوا مع بعض كويس قوي اهو. هنا وهنا اهوت يبدا يتجانس مع بعض ويستوي. عندي رؤي اللي هيعمل عرق ايه يا عم حسن؟ عندي اللي هيعمل عرق عندي البطاطس والمعلقه الصغيره اللي انا حطيتها من ايه؟ من الدقيق اللي انا حورتها.
زي ما انت شايفه كده كله مع بعض اهو، واحده واحده كله هياخد ويدي مع بعض. وعندي الجمبري لسه ما سويتوش، اروح جايه هنا فاتحه النار بتاعتي عشان اسوي الجمبري، واحط معلقه زيت، احط معلقه زيت كده اهوت عشان اسوي الجمبري بتاعي اللي انا خدت الرؤوس بتاعته حطيتها في البيوم. احط بصلايه تدبل، واحده واحده ماشيه معاك اهوت، ادبل البصل، والشوربه بتاعتي شغاله كل واحده في كازارول لوحدها عشان اتجانس مع بعض خالص قدامك اهو. ياخدوا سواهم، بعد ما ياخد سواهم اخدهم واروح فين؟ على الخلاط بتاعي. بعد ما ياخدوا سواهم خالص واشيل منهم الانس اللي هو اليانسون اشيله منه، لانه اوريدي انا خدت الطعم بتاعه جوه شوربه السمك اللي انا عاملها الجميله دي، والريحه الطالعه بتقول انا عايز اللي ياكلني. واحده واحده ماشيه معاكي الخطوات اهي، واروح جاي متاكد ان كله دخل في السوا واستوى والخلاطات بتاعتي جاهزه. ادي الخلاط الاول والخلاط الثاني، عشان هعمل لونين، هعمل واحد الاصفر في خلاط والاحمر في خلاط. ليه؟ او عندك هاند بلندر بالهاند بلندر زي ما انت عايزه. انا هفكرك انا عملت ايه. انا عملت بيون سمك، حطيت على النار ميه بتغلي فيها مجموعه البوكو جرنيه، البصل والجزر والكرات والكرفس ورقلاوه وحبان وملح وفلفل، وعليهم ليمونه سلايس، وحطيت فيهم رؤوس الجمبري ورؤوس السمك وعظم السمك، وسبتهم مع بعض يقصروا. بعد ما قصروا كويس قوي، رحت عامل ايه بقى؟ جايب كازرولتين حاطط فيها زبده، معلقه زبده وبصل وتوم، دبلتهم. بعد ما دبلتهم نزلت عليهم بواحد عدد اللي هو اليانسون الستار عشان اخد الطعم بتاعه الجميل. وبعد كده نزلت بمكعبات البطاطس. بعد ما نزلت بمكعبات البطاطس كويس جدا وبدا يتجانس، رحت حاطط الفلفل الاحمر، وفي الوعاء الثاني بنفس الطريقه حطيت الايه؟ حطيت الفلفل الاصفر، واسيبهم كلهم يتبخروا. وزي ما انت شايفه في رو كده بسبب البطاطس بتنزل الماده النشويه بتاعتها، ومعلقه الدقيق شايفه في عرق اهو قدامك، واروح جاي واخدهم. بس قبل ما اخدهم اروح جاي مدي ده سنه من اللون الاحمر، على ثانيه مارادونا، ده سنه من اللون الاحمر عشان عايزها حمراء، سنه من اللون الاحمر كده اهو لون غذائي، وسنه من اللون الاصفر هنا اهوت واحده واحده عشان عايزها صفرة جدا غروب الشمس، واحده واحده اهو قدامك عشان كل حاجه تبقى داخله ببعضها قدامك اهوت اللون، عشان الفلفل والعين اللي بتاكل. واحده واحده ماشيه معاك الخطوات اهي قدامك، واحده واحده اروح جاي هنا، واروح جاي واخد الكلام ده كله ورايح فين؟ على الخلاط بتاعي. بعد ما اتاكد ان خلاص تبخر السائل وفضل عندي الطعم الجميل، اروح واخد ده كده ورايح على السائل. تعالوا هنا نروح على الخلاط بتاعي، واحده واحده ماشيه معاك، اروح جاي واخد الخطوات دي كلها معايا اهو، واروح رايحه على الخلاط بتاعي عشان اعبي فيه كل حاجه. تمام تمام. والتاني واروح جاي واخدها على الاول كده اهو، واسيبه مع بعض، واجيب التاني احطه في الخلاط التاني. واحدة واحدة ماشية معاك الخطوات اهي. وما تنسيش تشيلي اليانسون، الحبوب اليانسون اللي خدنا طعمها وتشيليها منها خالص، وتعالوا هنا على الخلاط التاني. واحدة واحدة ماشية خطواتك معاك اهوت عشان تبدأ تعبيها وتعلي عليها عشان تبقى عندك الايه؟ الخليط بتاعك. واحدة واحدة. واحدة واحدة ماشية خطواتك قدامك اهو، وتعالوا برضو ناخدها ونروح على الميكسر بتاعي ونركبها ونشغلها على السرعه العاليه. الاثنين جاهزين عندي، تعالى يا مرادور نضف. هنضف لي هنا، ارجع هنا بقى على مدى يبدا يستوي معايا اللون الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر. عندي التومايه دبلت، البصله دبلت، احط عليها التومه واحده واحده اهوت كله قدامك اهو. اول ما يدبل عندي في زيت الزيتون البصل والتوم، اروح حاطه الجمبري اللي انا خدت رؤوسه بس اهو قدامك اهوت، راح منزلك الجمبري واسيب الديل بتاعه بس مش اكتر من كده. الرؤوس بتاعته والعظم بتاعه والقشر بتاعه حطيته فين؟ على البيون. واروح جاي متبلاها ملح ومتبلاها فلفل، كل الخطوات قدامك ملح وفلفل فقط لا غير، واسويهم مع بعض ياخدوا ويدوا مع بعض، مش هياخدوا اكتر من 4 دقايق بعد الدبلان البصل والثوم في زيت الزيتون. وتعالوا هنا بقى نشوف حاجتنا ايه. تاكدنا ان احنا خلاص جبنا الاحمر والاصفر اهو قدامك عشان طبعا الشتاء اللي داخل الجميل ده. وتعالوا هنا نحط هنا اول حاجه اللون، واخد الرول بتاع اهو زي ما انت شايفه كده، وبعدين الثاني الاصفر، اروح جاي واخده برده بنفس التكنيك بتاعي واروح جاي اصباه. وتعالي شوف الخطوات المهمه بقى اللي احنا هنعملها بالاثنين. الاثنين اهم قدامك، عايزه تقدمي كل واحد لوحده مبروك عليكي، عايزه تعمليه ماربل مبروك عليكي. يا عروستنا يا مي ازيك؟ يا مريم عرصتنا، يا مريم ازيك؟ الحمد لله. تحت امرك يا جميل. الحمد لله. ايه مين شبك الورا؟ ايه يا حبيبتي؟ ازاي مين شبك الورا؟
مش سامع يا جميل، قولي انت مش سامع. ازاي نعمل شوربة كوارع؟ شوربة الكوارع من عندي قبل العندي يا حبيب قلبي. حاجة تانية يا مريم؟ تحت أمرك يا مريم. تعالوا شوف بقى هنصب يا ايه الشوربة بتاعتنا. عندي هنا اهوت اللونين مع بعض، اهو ادي اللون الأصفر وادي اللون ده، ادي الفلفل الأصفر والفلفل الأحمر مع بعض. تمام، جاهزين اهم يا عم عماد. تعالوا نشوف هنعمل ايه. واحد واحد اهو قصاد بعض كده اهو عشان يخشوا في بعض. واحد اصفر واحد احمر، واحده 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 مربل كده اهو قدامك اهو يا جماله يا حركاته وتكاته. طب وبعدين نبدا ننظف الحروف بتاعتنا دي. وعندي الجمبري دخل في السوى، الجمبري دخل في السوى لانه اتفق معاكي بعد ما دبلت البصله مش هياخد غير اربع دقائق. معلش يا مارادونا، مش هياخد غير اربع دقائق الجمبري. انا خدت العظم بتاعه وخدت الرؤوس بتاعته وحطيتها في البيوم بتاعنا. وتعالي ناخد الجمبري، وهجيب ان هو شريحتين عيش محمص عشان هقدمهم بيه كروس عليه كده اهو بالشكل الجميل ده كده. شريحتين من العيش المحمص اعملهم كروس عليه عشان يبقى عندي الوجبه جاهزه كامله متكامله وفوائدها الغذائيه عاليه جدا. ليه يا عم حسن؟ لان فيها البيون بتاع الفراخ وفيها البصل وفيها الفلفل الالوان الاصفر او الاحمر وفيها الجمبري. تعالوا ناخد الكلام ده كله ونسقطه جواه كده، بس هنحط قبل ما نسقط وحدتين كده كديكوريشن ونبدا نسقطه جوه الشوربه كده اهو بعظم الديل بتاعه. اه بالديل بتاعه وتمصمصيه كده وتدعي لي واحده واحده معاك الخطوات. يبقى احنا عملنا البيون سهل جدا بالعظم وبرؤوس السمك والجمبري، وطبعا بعظم الجمبري وبعظم السمك، وفيها مجموعه بوكو جرنيه. وزودنا عليه يا عم حسن، زودنا عليهم واحد سلايس ليمون على البوكو جرنيه عشان الزفاره بتاعه السمك. بالشكل ده طلع عندي شوربه الجمبري بكل تفاصيلها. بنقول فاصل ومحدش يروح اي محطه، لان السبيشال والتخصص والحركات والتكات لهم نفسهم. انتظروني. العمده بيستعرض معاكي الشوربه اللي احنا عملناها بتاعت الجمبري بالفلفل الاصفر وفلفل احمر. تقدري تقدميها كل واحد لوحدها او تعمليها ماربل زي ما عملناها مع سلايس عيش تكون محمص مع زهره خضراء عشان العين اللي بتاكله يبقى كل الالوان عندك وتكون مستريحه نفسيا وتاكلي زي ما انت عايزه. طب تعالي نعمل الطبق الرئيسي. هنعمل الفيليه الفيل من زيورخ. عباره عن ايه الفيل من زيورخ؟ اكتبي مقاديرك وصوريها وهنركب التكات والحركات. اول حاجه هنعمل ايه؟ 50 جرام من الزبده و200 جرام بطاطس مبشوره منقوعه في ميه بتلج لمده ساعه، وخمسه ملح وخمسه فلفل وزعتر وروزماري. وبعد كده هزود لها معلقه دقيق واحد بيضه، وبعد كده هسويها في 50 جرام من الزبده. طب الفيليه هعمله ازاي؟ هجيب فيليه ستيك واقطعه جوليان شرايح، وبعد كده هعفره بمعلقه دقيق وهديله 75 مشروم و55 ملي من كوكن كريم كريمه الطبخ، وتبله ملح وفلفل وزعتر وخمسه روزماري وخمسه روزماري و50 جرام بقدونس مفروم. هقول تاني، 50 جرام زبده، 200 جرام بطاطس مبشوره نقعها في ميه بتلج لمده ساعه، تبلها ملح وفلفل، خمسه زعتر وخمسه روزماري، وهضيف لها معلقه بيض ومعلقه دقيق واحد بيضه، وعندي 50 جرام من الزبده للتسويه. الفيل هجيبه على شكل ستيك واقطعه جوليان، وبعد كده هعفره بمعلقه دقيق عشان ياخد اللون البراون، وبعد كده 75 مشروم سلايس و50 كريم الطبخ، وتبله ملح وفلفل وزعتر وروزماري وبقدونس مفروم. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. اول خطوه جبت ده، جبت البصل، جبت البطاطس وبشرتها وبنقعتها في ميه بتلج لمده ساعه عشان اسويها. ده البانكيك بتاع الايه البطاطس بتاع الخضروات. واروح جايه حاطه البطاطس في بوله، واروح ضايفه عليها واحد بيضه مخفوقه، اخفق البيضه كويس، واروح ايه جايه ضايفاها بعد ما اخفق البيضه كويس عليها اهو، اروح جايه ضايفاها، واروح جايه مديها زعتر، مديها روزماري، وبعد كده اتبلها ملح واتبلها فلفل، واروح جايه مديها معلقه دقيق. وتعالوا مع بعض ياخدوا يدوا مع بعض واسيبها تستريح مع بعض. قد ايه يا عم حسن؟ خمس دقائق مش اكتر من كده. لا مش اكتر من كده. ياخدوا مع بعض اهوت بعد ما تبلتها ودخلت مع بعض كلها. وبعد كده هنسوي دي لوحدها وهنسوي الستيك لوحده. بعد كده الستيك جبته وقطعته جوليان طويل زي كده زي ما انت شايف اهو. جبنا الستيك وقطعناه جوليان طويل بالشكل ده قدامك اهو، شرايح طويله كده بالشكل ده. تعالوا هنعمل ايه؟ عندي خطوتين. الخطوه الاولى هبدا احط الزبده بتاعتي عشان اسوي الستيك بتاعي. واحده واحده قدامك اهو سايح الزبده بتاعتي، وعندي طاسه ثانيه عشان ايه بعد ما يستريح البطاطس بمكوناتها كلها لمده سباتيول يا محمد الكبير عريض لمده خمس دقايق كله يتجانس مع بعضه. اروح جايبه الطاسه
وحطها على النار وحاطه معلقه زبده بنفس التكنيك برضو على النار اهو، معلقه زبده، سيحهم مع بعض في كل حته اهو، معلقه الزبده عشان اسوي البطاطس، وده لتسويه الايه الفيل. اول ده ما يبدا يسيح عندي خالص اهو، اروح جايه موزعه الفيل عليه اهو، اللي انا مقطعاه الستيك اللي انا مقطعاه جوليان كله قدامك اهو، ياخد ويدي مع بعض. وبعد كده نرجع واحده واحده الخطوات كلها، ياخد ويدي مع بعض قدامك اهو، يغير لونه، وعشان ياخد اللون البراون اروح جايه معفره تعفيره دقيق بس كده اهو، عشان ياخد اللون براون معايا بالدقيق كده اهو، مش اكتر من كده. وارجع هنا تاني للايه؟ للبانكيك بتاع البطاطس. اتاكد ان الزبده ساحت في كل حته دي كده اهو، عشان دي اللي هقدمها فيها. مين يا فندم؟ يا عم عبد، السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. تحت امرك يا جميل. عاوز اعمل كاس حله. حاضر يا حبيبي، حاجه تاني يا عبدو؟ لا شكرا. تحت امرك يا عبدو. وتعالوا زي ما انتم شايفين كده اهو، تروح جايه موزعاها كده اهو يا عمده، عشان اطلعها بالحجم ده وماسكه نفسها. بص خدتها كده اهو قدامك اهو كلها، وفردتها بالشكل ده قدامك اهوت، واضغط عليها كده اهوت، وهتقعد على الوش ده دقيقه وعلى الوش ده دقيقه. ليه يا عم حسن؟ عشان ايه؟ عشان انا ناقعها في ميه بتلج لمده ساعه، فده عملت مرحله سوى. سيبهم مع بعض يستووا، وارجع تاني هنا اهو للفيل. بص الفيل عمل ايه؟ خد اللون الغامق. ليه؟ عشان التعفيره بتاع الدقيق بتاعك قدامك اهو، التعفيره بتاع الدقيق قدامك ادته ايه اللون بتاعه، تمام؟ تعالوا بعد كده، بعد ما خدت اللون ده روح جايه المشروم، 75 جرام من المشروم، واروح جايه متبلاه ملح، ومتبلاه فلفل، وزعتر، وروزماري مع بعض اهو قدامك، وتعالوا ياخدوا يدوا مع بعض، ياخدوا يدوا مع بعض، ياخدوا يدوا مع بعض. السلام عليكم يا مدام سهير. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ست حسن؟ كله بون وهنا. يعني مش عارفه اقول لك ايه والله، يعني انت من الناس النادرين جدا في انهم بيقولوا الحاجه لحد ما يحفظونا مره واثنين وثلاثه، مفيش بيعمل كده. لا صوابها عند ربنا ان شاء الله. هو ده التعب، هو ده التعب اللي تتشكر عليه. الله، انما الباقي ده دي مهنه بقى، وانت عندك ضمير في المهنه، عندك ضمير في انك توصل المعلومه كتير، يعني بجد بتتعب. انت عارفه مشكلتي يعني ايه يا مدام سهير؟ ما بتكملش اصلا الحاجه، بتاخد فصل وفجاه الاقي الحاجه مغروفه. لا انت عارفه انا يهمني ايه يا مدام سهير عشان اخد ثوابها وتقعد لعيالي وتقعد ليا؟ انا يهمني ان المهنه تورث صح. يهمني ان المهنه تورث صح. في شباب كتير في معاهد وكليات سياحه وفنادق ومدارس فندقيه وفي المهنه، لازم المهنه تدرس وتورث صح. المشكله السي في مساء الخير غريف صباح الساق ورقي دي، انا بتعب نفسيا لما الاقي ناس تقلب الشغل. جايين زي ما بيقولوا دقه، زي ما بيقولوا دقه كده حسنه نحته. انا مش كده، انا الحمد لله زي ما بقول لك اكاديمي اكاديمي، وميرسي جدا على مداخلتك يعني. وتعالوا زي ما انت شايفه كده دخل مع بعضه الايه؟ المكعبات بتاعتي اللي استوت معايا اهوت، زي ما انت شايفه كده المشروم دخل مع الفيل وبدات تعمل عندي صوص. ناتج التسويه ده نازل منين؟ ناتج التسويه ده نازل من المشروم، مش نازل من اللحمه، لان اللحمه اللي اديتها صدمه ما نزلتش اي حاجه. وهنا عندي السوى بدا يخش اهوت بتاعتي، اظبطها كده اهو من كل حته عشان السوى بتاعها. زي ما انت شايفه كده ده البانكيك بتاع البطاطس اللي هقدمها تحتها. اول ما تبدا تنزل الصوص ويتبخر كده منها، هروح حاطه 75 مللي من كريمة الطبخ، وياخدوا ويدوا مع بعض. كريمة الطبخ مع ناتج التسوية اللي نازل منها ده، يا جمال الصوص ده تستمتعي بيه قوي، أحلى 100 مرة من أي صوص تعمليه. شوف شوية الصوص اللي نازلين دول تستمتعي بيهم قوي. هنعمل إيه يا عم حسن؟ الصوص ده بسبب الناتج إيه؟ إن أنا إديته تعفيرة من الدقيق عشان يدي اللون البراون، وفي نفس الوقت تعمل رو عرق معاكي زي ما أنت شايفة كده قدامك أهو. وأول ما يبدأ في الخش في السوى عندي أهو، تروح عاملة إيه؟ جاية البقدونس، مدياله بقدونس. السلام عليكم يا أستاذ حمادة. ازيك يا حبيب قلبي؟ عامل ايه؟ كله بون يا حبيبي. انا محمد التركي. ايه يا حبيبي تاني يا حبيبي؟ محمد التركي. مش سامع يا حبيبي. بقول لك محمد التركي. يا تركي يا تركي يا عم محمد، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. تحت امرك يا محمد يا تركي. الكريب بالبرجر بيتعمل ازاي؟ كريب؟ كريب بايه؟ الكريب بالبرجر. بالبرجر من عندي قبل العندي يا حبيبي. تحت امرك يا تركي، تحت امرك يا حبيبي. زي ما انتم شايفين ادي اللي عندي اهو استوى، خد دقيقه على الوش ده، واللي هو البان كيك اللي انا عملته بالبطاطس، واتقلب سهل جدا زي ما انت شايف. هنجيب طبق التقديم بتاعنا، طبق التقديم بتاعنا هنحط ده في النص
واحط عليه الفيل بتاعي بتاع زيورك زي ما انت شايفه بدون اي حاجه. الفيل بتاع زيورك حطيت له ايه؟ الزبده سيحتها واديت صدمه لقطع الستيك اللي مقطعها جوليان وسبتهم مع بعض، عفرتها دقيق عشان تديني رو وفي نفس الوقت تديني اللون الذهبي الغامق، وكله مع بعض رحت منزل عليه الايه المشروم وسبته ياخد مع بعض، وتبلته ملح وفلفل وزعتر وروزماري، ورحت مدياله الكريمه الطبق ومدياله بقدونس. استاذ هاني السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا كابتن هاني، ازيك يا حبيبي وحشني. انا هاني القراش طبعا، نجم النجوم هاني القراش ونجم بالبيت والشرقيه وكل الناس حبايبنا. اخوك الصغير طبعا، ربنا يخليك لي يا عم هاني، ربنا يخليك لي. والنبي دلوقتي عندنا امطار والجو عندنا مطره في اولاد سيف والجو، وعايزين نشرب شوربه عدس. حاضر الشريف. بس احلى من العدس جرب الفلفل الاحمر والاصفر اللي انا عملته النهارده ده، هيبقى حكايه احلى 100 مره، هيديك طاقه غير عاديه غير العدس. وهقول لك شوربه العدس يا عم هاني تحت امرك، وسلام خاص لاهل سيف وكل الناس وحبايبنا كلهم يا حبيبي. تعالوا عندي الاومليت استوى اهوت، وعندي الفيل استوى. هجيب الطبق بتاعي اروح جايه حاطه فيه البان كيك بتاع البطاطس زي ما انت شايفه كده طالع قدامك اهوت، اروح جايه حاطه بالشكل ده تحت كده قدامك اهو، واروح جايه واخده الفيل بتاعي اللي استوى بالمشروم بالصوص الجميل ده كله، جيب مغرفه عشان اخد الصوص بتاعي فيه، وتعالوا مع بعض ناخد الصوص ونروح نغرفه مع بعض. يبقى احنا عملنا ايه اهو، خد صوص دخل في السوا مع بعضه، لازم يستوي ولازم يتبخر، ويفضل الصوص السائل اللي هو موجود يتبخر، ويفضل عندك التيست الجميل اللي هو ناتج التسويه بتاع الفيل مع المشروم مع بعض الزعتر والروزماري مع معلقه الدقيق اللي انا حاططها الصغيره عشان تحور، وبعد كده كريمه الطبخ. كله جاهز كده يا عم حسن؟ كله جاهز. اروح جايه واخده الطبق بتاعي ده، عايزه تعمليها صغيره، عايزه تعملي البان كيك بتاع البطاطس دي صغيره اعمليها صغيره، عايزه تعمليها كبيره اعمليها كبيره، انت حضرتك عندك حريه الحركه والرؤيه اكتر مني، وتشوفي الولاد بيحبوا ايه والاستاذ بيحب ايه وتعملي له. هو ده الايه الفن بتاع النفس بتاعك، مش تعملي كربون كوبي، لا انت تقدري تغيري. اهم حاجه شويه الصوص دول هننزلهم كده عليهم يا جماله يا حركاته يا تكاته زي ما انت شايفه كده، شويه الصوص دول هم الفايده مش اكتر من كده. وهنجيب الديكور بتاعنا، نجيب الديكور بتاعنا مش اكتر من كده، هنجي شويه فلفل الوان عليه من فوق. يا مدام شيماء السلام عليكم يا فندم. سلام، ازيك يا سيف؟ كله بونو يا هانم. الحمد لله. بقول لحضرتك انا كل ليله بعمل الكيكه ليه بتهبط مني؟ سواء الكيكه العاديه او الرواني. فرنك فيه مروحه؟ لا لا لا، فرن عادي جدا. لازم يكون فيه مروحه، يا اما هتطلع عامله كده اهو، خدي بالك من دي، يا اما تعمل كده، يا اما تعملي البسيسه بتاعت امي. البسيسه بتاعت امي معلقتين عسل على معلقتين دقيق ذره على بيضه على شويه سكر على شويه ملح شويه فانيليا، وتقلبهم بايدك كده اهو، وتروح حطاهم ومدحرجاهم في الفرن، وتشغل الفرن عشان بخيل فاهم، ما تشغلش الفرن بعد كده، تشغل الفرن الوقت بتشغل الفرن قبل، لا هي بتشغل الفرن بعد ما تدخل وبتطلع، او بعد العيش ما بيتخبز بتروح زقاها تحت وخلاص. زي ما انت شايفه كده قدامك اهوت الطبق الجميل بتاعنا بتاع الايه الفيل بتاع زيورخ، تحته البان كيك بتاع البطاطس، وفوق الفيل الستيك الجميل بحركاته وتكاته، ومن فوق بقى عليه شويه الفلفل الالوان الجوليان ده عشان بس العين اللي بتاكل. بنقول لكل ساده مشاهدينا فاصل، ومحدش يروح اي محطه. ليه يا عم حسن؟ لان الاسبيشال والتخصص والحركات والتكات لهم ناسهم. انتظروني. وخمسة ابيض بيض وحطيت عليه 50 جرام من السكر ونص معلقه ملح، وبعد كده 150 جرام دقيق مع 50 جرام من الكورن فلاور. النقطه المهمه تكوني عامله المرنج كريمي وتقطعيه باصابع بالبله تكون اصابع ساده، ودخليه الفرن على درجه حراره 220 بعد ما ترشيه بالسكر لمده 12 دقيقه، وبعد كده 3 ديسك سبونج فانيليا و100 ملي سيرب خفيف بارد، واحد كريمه مخفوقه، 100 جرام بس لكريم سابق التحضير، وعليهم 200 ملي عصير فراوله تكون خفيفه، و30 جرام جيلاتينه مع 25 ملي ميه، و50 جرام فلاور مكعبات وكيلو فراوله انصاف، وربع كيلو جيلي ساخن للتلميع. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. اول خطوه جبنا الاسبونج، جبنا الفورمه اللي احنا هنعمل فيها الكيكه، وحطينا ديسك من الاسبونج تحت، واروح جاي عامل ايه مدياله سيرب، واقول سلام عليكم يا عم يوسف. السلام عليكم. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله حبيبي. انا بحبك قوي يا سيدي. ربنا يخليك ليا يا يوسف. عاوز طريقه الكيكه بالشوكولاته. الكيكه الشوكولاته؟ اه. من عندي قبل عندي يا يوسف. حاضر يا حبيب قلبي. تحت امر. اديته السيرب. يبقى اول حاجه ديسك سبونج واديته سيرب خفيف. وادي الباستر كريم احطها في الميكسر كوبايه
عليها كوبايتين عصير فراوله، نص كوبايه عليها كوبايه من عصير فراوله. بس النقطه المهمه عصير الفراوله يكون خفيف. بقول يا محمد عصير الفراوله يكون خفيف ليه؟ لان اوريدي الباودر فيها ماده جيلاتينيه، لو حضرتك تقيل هيبقى جامد. خدي بالك من النقطه المهمه دي. ونضربه وتعالوا هنا على النار، احط معلقتين ميه يسخنوا واحط ايه معلقه الجيلاتينه بسرعه جدا، دي الماده الرابطه الرو بتاع الموس بتاع الفراوله. ادوب الجيلاتينه بسرعه في ميه سخنه واحده واحده اهوت، واول ما تدوب عندي على طول ارفعها واحده واحده ماشيه معاك الخطوات اهي. يبقى انا دي الماده الرابطه، وعندي هنا ال 100 جرام الباستري كريم سابق التحضير موجوده في محلات بيع خامات الحلواني، وحطيت عليها 200 مللي من عصير الفراوله يكون خفيف جدا، وبعد كده اروح منزله الجيلاتينه عليه. تمام تمام. وبعد كده هجيب ايه؟ عندي اصابع ليدي فينجر تقدري تجيبيها جاهزه وتقدري تعمليها في البيت، بس يكون فرنك فيه مروحه ومظبوط على درجه حراره 220. وتعالوا نعمل الموس بتاعنا. اسباتيول يا محمد، واحده واحده ماشيه معاك. كله تجانس مع بعض وكله تجانس مع بعض. اخفق الكريمه بتاعي كويس، اطلع منها الهواء. الكريمه اللي انا هضيفها عليه بالشكل ده، وبعد كده الاسبونش جاهز. تعالوا هنعمل ايه؟ ناخد الايه؟ الاساس بتاعي اللي هو الباستري كريم مع الفليفر اللي هو عصير الفراوله مع الماده الرابطه اللي هي الجيلاتين. اروح جاي واخدها كلها حطها فين؟ في البوله اللي هعمل فيها الموس. واحده واحده ماشيه معاك الخطوات كلها قدامك اهو. وبعد كده هنعمل ايه؟ اروح جايه مقلبهم مع بعض، واخده الكريمه كلها اللي انا هعمل مخفوكه، ويا ريت تكون فريش مش نباتي اللي هي الشانتي. واحده واحده ماشيه معاك اهي الخطوات كلها، واقلبها عشان عندي تتجانس عندي الموس بتاعي. يبقى الماده الرابطه تقدري تعبيها في كاسات وتدي لها فراوله مكعبات، تقدري تعمليها شارلوت دوم او شارلوت كيك. يا مدام هيبه السلام عليكم يا فندم. انا هيبه. السلام عليكم يا مدام هيبه. لسه لسه هيبه يا، وان شاء الله تبقى احسن عروسه في الدنيا يا هيبه. تحت امرك يا حبيبي، حاولي اتصلي بينا يا حبيبتي. احنا اسفين يا حبيبتي، وان شاء الله تبقى احلى عروسه في الدنيا ان شاء الله يا حبيبتي. واحدة واحدة اهوت الموز جاهز عندي، وكريمي ازاي ومتجانس ازاي مش مسيل. ليه كل ده فوليوم؟ خدي بالك يبقى مسيل مش هيعبي معاكي، هيبقى ايه تقيل معاكي، فخدي بالك لمصلحتك تعملي التكنيك صح. هنروح بعد ما حطينا الكلام ده اروح واخدة طبقة من الموس، واروح جاية موزعاها كده بالشكل ده واحدة واحدة اهو قدامك، واروح جاية مغرقاها ايه يا عم حسن؟ فراولة مكعبات. بصي اديها فراولة مكعبات في كل حتة كده تمام. والفراوله ما تنسيش تلمعيها بمنديل، يكون منديل المطبخ، وتشيلي منها الايه يا عم حسن؟ تشيلي منها الرمل وما تجيبيش ناحيتها ميه. خدي بالك من الخطوات دي كلها اهو قدامك اهو. حطيت الفراوله اهو كتير، واروح جايه الديسك الثاني حطاه كده بالشكل ده وضغط عليه عشان كله يتماسك مع بعضه ويبقى ديسك واحد. واروح جايب الشربات بتاعي ثاني ساقيها شربات. عايزه تسقيها عصير فراوله مبروك عليكي، عايزه تسقيها شربات خفيف بارد مبروك عليكي. لو حضرتك سقيتي اي سائل بتاع الكمبوت اللي موجود في علب الخوخ والمشمش والاناناس لازم تاكليها في نفس اليوم، لان الماده الحافظه اللي موجوده جواها هتعمل ايه؟ هتعمل ريحه. اسباتول يا محمد، واحده واحده اهو قدامك. نروح جايين موزعين الكلام ده كله اهو في كل حته، ونروح مدخلينها الفريزر لمده ساعه تتجمد. وبعد كده نديها شويه ايه يا عم حسن؟ شويه فراوله من فوق كده اهو عشان الدنيا تبقى حلوه معانا في كل حته تحطي فيها فراوله. مين يا حاجه فاتن؟ سلام عليكم يا فندم. السلام عليكم يا حاجه فاتن. سلام عليك يا حاج. لو سمحت الندى عايزه مقادير القرصه الصفراء. القرصه الصفراء؟ اه احسن مجهزه حاجتها ومش عارفه اعملها. اللي هي القرصه الصفراء بتاعت بورسعيد؟ اه المحوجه. المحوجه، حاضر يا فندم. تحت امرك يا حاج، تحت امرك. ادعي لنا يا حاجه. ادعي لنا يا حاج، امين يا رب العالمين يا رب. واروح جايه مسويها كده عشان نعملها مساحه واحده، ومدخلها الفريزر قد ايه يا عم حسن؟ لمده ساعتين تتجمد، ونطلعها ونكون مجهزين اصابع الليدي فينجر اللي هي اصابع السفران، ندخلها الفريزر لمده ساعه، ونكون جاهزين بالليدي فينجر بتاعتنا، ونروح مركبين عليها اصابع الليدي فينجر في الجناب بتاعتها، وبعدين نبدا نرص عليها انصاف الفراوله، وبعد كده نبدا نلمعها بالجيلي. بس بنقول لكل الساده مشاهدينا بنستاذنكم وبنستاذن طاقم الحياه، بنقول فاصل ومحدش يروح اي محطه، لان السبيشال والتخصص والحركات والتكات لهم ناسهم. انتظروني. السبيشال كله عندنا. الكيكه طلعناها بعد ساعتين من الفريزر، رصينا عليها اصابع الليدي فينجر، ربطناها بريبون، ورصينا عليها الفراوله من فوق ولمعناها بجيلي. انا بعتذر ان انا عملتها عشان ضيق الوقت، انا الواجب كنت رصيت اصابع الليدي فينجر قدامك وحزمتها بالريبون، وبعد كده بدات ارص الفراوله من فوق عليها
وبعد كده بدأت ألمعها بالجل التلميع. بنعتذر لكل سادة مشاهدينا عن شوربة الكوارع وشوربة العدس وكباب الحلة وكريب البرجر وكتك الشوكولاتة والقرص المحوجة دي، الوقت خالص. بنعتذر بنعتذر بنعتذر. بنشكر كل سادة مشاهدينا في جميع أنحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياة، بنشكر الشيف محمد مارادونا على مجهوده. بكرة نشوفكم في حلقة خاصة من برنامجكم المطبخ من واحدة لاثنين، محدش يروح أي محطة، لأن السبيشال والتخصص والحركات والتكات والأكاديمي هنا بس. انتظروني.